سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناة غدتيوب. من لم يكن منكم مشتركا فليشترك فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد نقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. أحبائي، كما قلت لكم أن طريقة العمل تغيرت كثيرا، وأني خصصت القناة فقط لتقديم الترددات. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن سأقدم لكم اليوم تردد شبكي جديد ينزل جميع القنوات الجديدة. من القائمة الرئيسية منيو نختار التركيب، ثم قائمة تي بي، ثم نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد 10.971، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي. إذن هذا التردد ينزل جميع القنوات الجديدة. تابعوني أحبائي فقط، لأن هناك الجديد في انتظاركم. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.